السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير وصحة وسعادة والحاجات الحلوة دي كلها. النهاردة ان شاء الله هنشوف مع بعض في فيديو جديد، ان شاء الله فحص جديد، الا وهو فحص السي تي انكل. طبعا هنبتدي ان شاء الله على طول. العيان طبعا بينام في فيرس زي ما حضراتكم شايفين، نفس الظبطة بتاعت الني، وهبحط لكم ان شاء الله لينك الفيديو بتاع الني في وصف الفيديو ده. بندخل بيانات العيان، طبعا الحالة هتعمل ليفت انكل، البيانات، الشكوى بتاعت العيان. طبعا العيان ده كان فيه الميديا المالوس عنده فيه بين وفيه سويلنج بسيط كده، فطبعا هنحاول نعمله ستي ان شاء الله عشان نشوف لو فيه اي فيجر او فراكشر في الفحص. بعد كده بننتقل للجروب، خش على الاكستريميتيز واختار انكل. لو مفيش انكل طبعا في فوتو انكل اهوت، لو مفيش انكل ممكن اخد اي بروتوكول عادي واشتغل بيه عادي وانا بطبع بقلل السيكنس بتاعه. تمام. طبعا العين نايم في فيرست، فهتحرك اوت. انا موصف طبعا من نص الساق في الميد شافت كده. تمام. واقول له اوكي، باخد 2 سيرفي زي ما اتفقنا في البون. دلوقتي انا مستني الاسكان بطن يتنشط معايا، اقول له اوكي. ده الاي بي او الكرونال. المشكله طبعا في الليفت نفسها، وادي اللاترال. طبعا البوكس هنا كبير جدا، فبحاول ان انا اقلله شويه. بقلل على قد الانكل بالظبط، وادي الانكل في اللاترال اهوت. بغطي شويه من ورا زي ما حضراتكم شايفين كده، بحيث ان انا اضمن نفسي. واهم حاجه اغطي الكالكانيوس من تحت، واغطي الكالكانيوس من ورا، واغطي جزء من الفوت من قدام او زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد كده ببدا اشتغل، بيكون طبعا السيكنس بتاعي واحد، الانترفال نص او الانكريمنت نص. ببص على الريزولوشن بتاعتي بتكون هاي في البون زي ما اتفقنا، البيتش بتاعتي اللي هي حركه الترابيزه بتكون 6 من 10، الروتيشن تايم بيكون 75، الفلتر بتاعي اي بي وده مناسب للعظم جدا. بعد كده طبعا الويندو هنا بيكون بون وبينزل لي ريكون سوفت اهو، هنا ده البون وبينزل لي ريكون سوفت تحته. بخلي الاي ديوز دي 4 بحيث تخلي لي الصوره متفلتره ومتنعمه بشكل كويس. بعد كده بقول له جو. طبعا الحالة طفل عنده 11 سنة، فلازم اكون منبه على الطفل كويس جدا انه ما يتحركش. ولما اخلص الفحص احاول قدر الامكان ان انا ابص على الفحص كويس، عشان ممكن طفل ممكن يكون مثلا خايف من الجهاز او حاجة، فبحاول ان بكون مطمنه اصلا يعني قبل ما ابدا الفحص اطمنه كويس جدا، واحاول ان انا احرك الترابيزة وافهمه ايه اللي هيحصل بالظبط عشان ما يخافش. تمام. في نفس الوقت بعد ما الحالة بتخلص او بعد ما الفحص بيخلص بطمن على الصور بتاعتي ان مفيش اي هيزيتيشن، والطفل استجاب معايا والصور كويسة جدا زي ما حضراتكم شايفين كده، مفيش اي مشاكل خالص في الصور. ببدأ انزل العيان، وبعد كده ان شاء الله بنبتدي نكمل فحص عادي جدا. بعد ما خلصنا الفحص بننتقل بعد كده بناخد طبعا الفوليوم بتاعي اللي هو البون ويندو والسوفت تيشو، بخش بيهم على الام بي ار زي ما احنا متعودين. طبعا بيكون عندي الاكزيال والكورونال والساجيتال، الساجيتال اهو. بحاول ان انا طبعا بدايتي بتكون من فوق الانكل مباشره، من فوق مفصل الانكل. طبعا ده مفصل الانكل اهوت، التلات عضمات دول. طبعا ده طبعا كان الليفت، فدي الفيبولا اللي هو اللاترال مالولاس، وده الميديال مالولاس، ودي طبعا التالس. فبحاول وانا طالع كده، انا دخلت في التيبيا اهو، ودي الفيبولا. بطلع فوق شويه بغطي منطقه الانكل تماما، مثلا من اول هنا دي بدايتي اهي. تمام. زي ما حضراتكم شايفين كده بتكون دي بدايتي. بحاول ان انا اغطي برده فوق شويه عشان ابقى ضامن الفحص بتاعي، واقول له فروم
وانزل تحت كده، انا تحت خالص بغطي الكالكينيوس تماما تماما اهو، او زي ما حضرتك شايفين كده، واقول له 2، واقول له انا عايز 29 صورة سيكنس 3 اهو. دي بدايتي فوق ونهايتي اهو على الساجيتال، يعني بتبقى البداية فوق هنا كده والنهاية تحت. طبعا بغطي الكالكينيوس وبغطي عظام الكاحل كلها تمام زي ما حضراتكم شايفين، واقول له 2 سيكنس 3، واجي هنا اقول له انا عايز الريفرنس ده، واقول له اوكي، واجي هنا اقول له سيف باتش، واقول له اجزي. بعد كده بنجيب الكورونال وبحاول ان انا طبعا اظبطه زي ما حضراتكم شايفين كده، بشيل القطات دي بعمل كلير تمام. بحاول ان انا اظبطه ازاي؟ طبعا في الاكزيال بخلي الكالكينيوس نفسه في وضع فيرتيكال زي ما حضراتكم شايفين كده، التلات عضمات دول بيكونوا في الوضع المائل بالمنظر ده، بيكونوا في وضع شبه مائل كده زي ما حضراتكم شايفين كده، التلات عضمات دول جنب بعض كده بيكونوا في وضع شبه مائل، والساجيتال بيكون عدل ومظبوط، والكورونال بيكون عدل ومظبوط، وبقى ايه او زي ما حضراتكم شايفين القط ده في الاكزيال بيكون هو ده تمام. فباجي على الكورونال، باجي ارجع من ورا خالص، اغطي من الكالكينيوس من ورا واقول له فروم، واغطي لحد قدام تماما لحد ما اغطي عظام الانكل كلها او زي ما حضراتكم شايفين كده، واقول له 2، واقول له انا عايز من دول 29 صوره برضو في سيكنس 3 تمام. او زي ما حضراتكم شايفين دي بدايتي ودي نهايتي تمام. واجي اقول له الريفرنس بتاعي، هاخد الساجيتال ده واقول له ايه كرون، اقول له سيب. بعد كده باجي على الساجيتال بظبط الصور الكورونال بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين كده، وطبعا الاكزيال زي ما حضراتكم شايفين كده بيكون مظبوط، والتلات عضمات دول اللي بقف عليهم دول يعتبر الريفرنس بتاعي. بعمل كلير لقطات الكورونال عشان اقطع سيرسل، واجي برضو ابدا من الشمال خالص لحد ما اغطي الفيبولا تماما واقول له فروم، واخش بيها قدام او ناحيه اليمين لحد ما اغطي الكالكينيوس تماما واغطي عظام الكاحل تماما، واقول له ها 2، واقول له برضو انا عايز 29 صورة على سيكنس 3، واقول له انا عايز الريفرنس بقى الكورونال، واقول له سجد. واقول له سيف تمام كده زي ما حضراتكم شايفين. زي ما اتفقنا دايما البون لازم اخد اكزيال سوفت تيشو، اجي على الاكزيال على السيريز واختار السوفت تيشو واجيب القطات الاكزيال، وزي ما اتفقنا احاول ان انا اظبطها، اظبط القطات شويه او اظبط او الف الصوره بحيث تبقى مظبوطه معايا او زي ما حضراتكم شايفين كده، والف كده شويه بحيث اظبط الكورونال برضو معايا تمام. واجي اتحرك بالصور كده بحيث ابص على الصور بتاعتي او زي ما حضراتكم شايفين الوضع المائل للثلاث عضمات دول اللي اتفقنا عليهم. الكورونال بتاعتي اهو، الف الصورة اعدلها واظبط القط عليها بحيث يظبط الصورة معايا الاكزيال. طبعا هي كده مش مظبوطة كويس تمام. اهو بعد ما ظبطت الكورونال وظبطت القط عليه وظبطت الساجيتال برضو وخليته مظبوط كده، والاكزيال بتاعي بقى مظبوط بالمنظر ده اهو زي ما حضراتكم شايفين، باجي اقول له اطلع فوق بقى كده غطي لي من فوق من نفس القط اللي خدنا عليه طبعا في البون، واقول له فروم،
وانزل تحت خالص اغطي البون تماما، اغطي الكالكينيوس تماما اهوت وعظام الكاحل كلها، واقول له تو، واقول له انا عايز 29 صورة على سيكنس 3 تمام. بحاول ان انا افتح الصور شوية، اقول له انا عايز الريفرنس اللي هو السجتال ده، واقول له سيف باتش، واقول له اجزي سوفت، اقول له سيف. الاجزل سوفت ده مهم برضو في عظام في فحوصات البون، عشان لو في اي مشكله زي ما اتفقنا قبل كده تظهر معانا. بعد كده انا دلوقتي بالفوليوم السوفت بتاعي بتحرك ناحيه ال 3 دي عشان اعمل 3 دي زي ما اتفقنا من السوفت عشان الصور تطلع كويسه. طبعا في ال 3 دي انا عندي جزء صغير ظاهر، لو جيت عملت كده عندي جزء صغير ظاهر من الترابيزه، فبحاول ان انا اشيله. باجي بدوس على العلامه دي اللي هي السيجمنتيشن، تشوف السيجمنتيشن، واجي اقول له انا عايز اشيل الجزء ده اهو تمام. باجي بلف الصوره كده، انا عندي جزء فوق يعتبر يعني مش عايز ده كله من فوق، فبقول له شيل لي الجزء ده. باجي برضو من تحت اجيب السيجيتال واقول له برضو شيل لي الفوت، مش عايزها في حاجه تمام. بس اهم حاجه اسيب له جزء من الفوت بحيث ان انا اكون مغطي كل العظام بتاعه الانكل اللي هي الايه الميتاتارسال بون او عظام الفوت كامله جميل، واسيب له جزء من الميتاتارسال بحيث انه يبص عليها بالمره، في نفس الوقت يكون متاكد ان مفيش اي مشكله في التارسال بون تمام. بجيب الصوره الكورونال تاني، احاول ان انا اظبطها كويس كده. زي ما حضراتكم شايفين كده، هي بالنسبه لي كده مظبوطه في الوضع الاي بي او الوضع الكورونال. باجي زي ما اتفقنا بقى بعمل باتش، بقول له انا عايز مثلا 20 صوره، ولكن انا مش هقول له انا عايز 20 صوره، انا هقول له مثلا عايز 19 صوره بس، وهقول لك ليه دلوقتي. هيلفه طبعا 360 درجه ناحيه الرايت زي ما اتفقنا، واقول له سيف باتش، واقول له 3 دي، عفوا اسف 3 دي. هيلف لي بشكل 3 دي او زي ما اتفقنا زي ما حضراتكم شايفين كده تمام. طبعا ال 3 دي اللي فات كان مش حلو قوي، فبحاول ان انا اظبط الصوره زي ما حضراتكم شايفين كده شويه، ولكن والله كان كويس يعني ما كانش وحش ولا حاجه، فهنخليه تمام. طيب انا ليه خليت دول 19 صوره مع اني انا عايز سايب 20 صوره؟ اجي اقول له يا عم انا عايز صوره اكزيال للكالكينيوس، لكن هشيل في حته تقريبا ورا اهيت، هشيلها بالراحه كده واحده واحده واشيلها. بقول له انا عايز اشوف الاكزيال الكالكينيوس اكزيال تمام. بحاول ان انا الف الصوره كده في وضع الاكزيال بتاعي، واقول له بص على الاكزيال بتاعك، لو في اي مشكله برضو تبقى انت مطمن وتماما من الاكزيال اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. واقول له انا عايز الصوره دي، سيب لي الصوره دي سيف باتش او سيف ايمج، واقول له برضو 3 دي، واقول له سيف تمام. وكده الحمد لله نبقى انتهينا يعتبر من فحص الانكل تماما. طبعا الطباعه متعارف عليها، بطبع 30 صوره كرونال، 30 صوره اكزيال بون، 30 صوره اكزيال سوفت، 30 صوره ساجيتال،
والعشرين صورة اللي هم بتوع الثري دي بتوعي. وبكده الحمد لله نبقى انتهينا من فحص الانكل تماما. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك فضلا وليس امرا، تشترك على القناة لو انت لسه جديد، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات القادمة بإذن الله. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.